فكرتيني بواحد يا سالي، راجل زوج بعت لي على الصفحه الاول خالص. بس هي رسالته كانت غريبه جدا، واستغربت ان الراجل يبعت رساله زي دي. قال لي يا دكتوره ربنا يسامحك. ايه ده؟ انا مراتي سابتني عشان بوست انت نزلتي على الفيسبوك. ايه؟ انا بقى بصي، اما شخصيه زي دي يوصل للدرجه دي يبقى فيه خلل، في حاجه مش غلط. هما بيبقوا فاكرين يا عيني ان الست على بوست، لا دي القشه اللي قسمت ظهر البعير يا جماعه، افهموا. فدخل عمل لي كومنت برضه، ما رضيتش عليه، فدخل يزود فعمل كومنت. فلما جيت اتناقشت معاه قلت له انت بتتناقش معايا كده، امال انت عامل معاها ازاي في البيت؟ الوقت اللي ضيعته معايا في المناقشه ادخل كلمها، ادخل اتناقش معاها، ادخل افتح معاها حوار، شوف ايه اللي مزعلها. مش كلامي ولا كلام سيدي ولا كلام اي حد هو اللي يأثر في علاقه قويه وناجحه. صح، علاقتك قويه وناجحه ولا اي زلزال هيهدها، طبعا ولا اي صفحه ولا اي كلمه ولا اي برنامج ولا اي مسلسل.